نظرنا نجات جناب حسين حمداني يا محمود علي يا مجدو علي يا Oh yeah.
الفعل في الرحمن مولانا يا عبد القادر لله يا عبد القادر بقية القلب حاضر مولانا بالله قد وعد
رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله عليه.
يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا رحمة العالمين يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان القريب سيدي أحمد بدو دعيلا ربائك إلا اللبوك دعيلا بداهي همار دمك محي الدين كا أنزل عليه في كل حين ما نحي من معك رضوانك سلطان العارف سيد أحمد فجاه دائرة لبائك إلا قوكم دائرة بجاه همار من قال آدمي على رقاب للأولياء أحبابك قطب عليم أوزن وحيد عين البرايا معشوقك I'm
السلام عليك يا رحمة العالمين يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه هللويا هللويا هللويا
بسماء الله يا الله أعطينا بابكم الله يا الله نرحبي دونكم الله يا الله وجود الله يا الله مهلور ناصرين الله يا الله أعين
رمضان
نوم بي من الت حبيب ونبي على رحاوك الله الحمد لله والحمد لله ونعيم الدرامل على ما يرامل بل يري نوري قد نبي على رحاوك الله الحمد لله والحمد لله حوالي عدواه لبيك بالله هادي أوليمان آمين نبي على رحاوك الله الرحمن إلا نبي لا إله إلا نبي الله نكرم بالله قوله الحمد لله والحمد لله يا نور ربني جل وندي يا ريون كنال كند نبي الله نكرم بالله قوله الحمد لله والحمد لله يا نور ربني إلا بربي ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهود واستفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نقطة مركز الباء الدائرة الأولية وسر أسرارك الألف القطبانية الذي فتقت به رتق الوجود وخصته بأشرف المقامات بواهب بالامتنان والمقام المحمود بك المشهود لأهل الكشف والشهود فهو سر جوهر الجوهرية الجاري الذي يحيي معدن وحيوان وبنادم كلام الكلمات الطيبات الكلم الأعلى والأرش وبرزخ البحرين وصاني أسنين وفخر بسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
حبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى من كثيرا كثيرا بقدر عظمة ذاتك. اللهم يا من له الغني المطلق أغنيا بفضلك أم من سوى شأن للشأن فاشغل نابقا عن كل شاغل ينسي لا محل فضلك وجودك وكرمك وافتح بصائر قلوبنا بخالق انت حب ذاتك المقدسة التي من توهم أتى فقد أشرق يا من واسي كل شيء رحم علينا مما يهزي بالتوفيق قدر ما لا بد لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم كما هديتنا لإيمان متعنا بشهودك ولقائك مع لقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم خلقك المحمدية والطلعة الهاشمية سيدنا محمد صلى الله وأهل الطاهرة الأصلية وأصحابي أهل السعادة الأزلية وبجاه أنوار الجبروت والملك والملكوت شيخ الإنس والجن والشرع والدين والهيكل النوران السيد سلطان العارف وبرهان العاشقين معشوق الله اليتيم متين قطب العالمين شيخنا وأستاذنا شيخ المشايخ سيدنا سيد أحمد سره اللزيد وبحرمة المشايخ المذكورة سلسلة الرفاع على سيدنا حبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وأغلو قدر عظمة ذاتك القدسية من الأذكار الشريفة لا حلرتهم العارفين وأن تفي إلى علينا من بركات وبركات مشايخ المباركة والغائبين المنتشبين في الطريقة القادرية والرفاعية وجميع المؤمنين وتقلي حوائجهم وتعافيهم بعافية إلى الستورة تقل جميل عليهم وتختم آجالهم بحسن الخاتمة الشهادتية. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسأهم على مقالتهم فلا يستطيعون المضي والملل والمجيء إلينا. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا رفعنا أيدينا إليك بساط رحمتك الأبدية فتنزيها الصغائب بجودك من أن تردها محرومة غير ملا مفالة ولو أشر ذلك فإنك جواد كريم وهاب عظيم سمي مجيب عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب الرحيم. يا الله يا الله يا أمين المؤمنين ولا أنسينا سلطان العارفين سيدنا عبد الكبير عافنا
المسلم يا الله يا الله ارحم المؤمن ورلا شيخنا سلطان العارف ملجا الخائف غافنا قم به غافر المسلم يا الله يا الله ارحم المؤمنين ورلا شيخنا سيد احمد القبيل ملجا الخائف عافنا قم به غافر المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب صلى الله عليه وسلم قاشين والقدير